سعد صباح كل اللي بيتابعونا الان في فقره الرياضه. معي صديقي العزيز أهلاً. والجديد على رؤيه، تقريبا هو اول مره بيطلع معي، احمد ابو عوده، صديقي من لندن، معاه شهادات دوليه باكثر من بروجرام. صباح الخير احمد. صباح الخير أهلاً. اليوم شو حاب تعطينا طبيعه تمرين؟ راح نعطي تمارين معده، وبالتركيز راح تكون تمارين بنسميها المنطقه المركزيه او الكور بالانجليزي. هي بتشمل مش بس الجزء المعروف لما نعمل تمارين المعده، لكن كل المنطقة المحيطة بالوسط مع بعض الأطراف من الجزء الأعلى والجزء السفلي من الجسم. جميل. نعم. إذن هي هاي لما سماها منطقة مركزية معناته هي السنتر تبع الجسم، فهي لازم تكون قوية عشان نقدر نتحكم بأطرافنا سواء رجلين أو إيدين. نعم. ونكون بفعالية ممتازة. ونركز كثير على الأداء الوظيفي في تمارين هاي، ونستفيد بالشغلة هاي عمل التمارين بصورة بطيئة ومتحكمة. نعم. فما بنحتاج انه نكون سريعين بالتمرين او ناخذ وقتنا شوي شوي عشان نعرف نعمل تارجت للمصل الصحيح. يعني ناخذ وقتنا بانه نتعلم التمرين ونعمل تكنيك صح، بعدين بنصير ننجز ونعمل تكرارات اكثر وكذا. خلينا نعم. بشكل بطيء، تكنيك صح زي ما احمد راح يعطينا هلا تعليمات عشان نعم. نبدا. احنا جاهزين، تعطونا نعم. ميوزك ريدي. في بعض الادوات راح نستخدمها، هي واحدة من الأداة اللي راح نشوفها في الفقرة الثانية اللي راح نعملها، وكمان راح نستخدم الأوزان البليت كمان اللي هي، فعندكم خيار إذا بتقدر تستخدموا هاي أو البليتس العادية، وراح نفرجيكم كيف ممكن تغيروا بالتمرين زي ما بيناسبكم. أوكي، بلشنا التمرين الأول، راح ننزل تحت على الفرشة. هلا التمرين الأول بنسميه الجسر، الكوع بيكون تحت الكتاف مباشرة، الإيدين مع بعض، صدرك لقدام وركبك شوي تكون مفتوحة عن جهة خواصرك. هلأ هذا هو الوضعية الأساسية. إذا حابب ترفع المستوى، الكعب بيطلع لفوق فبتيجي بوضعية الجسر الكاميرا. طبعاً هاي لحالها بتكون تمرين كتير رائع للجسم، لكل العضلات. مش مطولين هون، حاول تاخذ نفس ترتاح، طلع للامام. تمام، هي اول وحده خلصناها. المره الثانيه راح ننام على الظهر. هلا راح نرفع رجلين الركب تحت الخواصر، بعدين راح نمد رجلين بوضعيه مستقيمه. حاول تخلي مادتك على الارض حيث تخلي فيه قوة لتحت. راح ننزل رجل واحدة بشكل خفيف لأربع كاونت، بعدين نطلع فوق بصورة بطيئة. تمام، ننزل الرجل الثانية، ناخذ نفس، بنطلع نفس واحنا طالعين. تمام، إذا حسيت إنه ظهرك عماله بيطلع من الفلور، تقدر تاخذ نص الطريق، ما في أي إشكال، لساتك عمالك تعمل التمرين صح وبتعمل نتائج. تمام، شو رأيك نعملها أسرع؟ خلينا ننزل أسرع ونطلع خفيف. كويس، مع كل التمرين خلينا نحاول نضل نتنفس. نفسك مهم كتير للدورة الدموية. خليكم معي شوية، آخر واحدة. خلينا نطلع هلأ على البوزيشن الأول الهوفر. المرة هي في تغيير، شوفوا راح نعمل، رح نطلع ايد فوق فوق تحت تحت. يلا معي، اب اب تحت تحت. اتذكر تقدر تعمل التمرين هذا على ركبك، ما في اي اشكال. اذا حابب تحدى حالك، تحدى كيف مادتك رح تشتغل. تمام، هلا راح تبلش تحسه المعدة تهتز، هاي معناتها انك بتعمل الشغل صح، بتدرب، بتغير شكل معدتك. تمام، ضايل اثنين، اخر واحدة، خليك تحت، نفس. تمام، كيف الاحساس؟ تمام؟ اوكي، على الظهر من البداية. المرة هاي زي ما عملنا بدنا نرفع رجلينا الاثنين، بس راح نحاول ننزل رجلين اثنين مع بعض.
أربعة بطيء. أربعة ثلاثة اثنين واحد. اطلع. ثلاثة اثنين واحد. ركز وتنفس. إذا بدك تعال على الاختيار الأول، ما في أي مشكلة. زي ما حكينا التكنيك والتحكم هو الأولوية. شو رأيك ننزل بسرعة؟ يلا تحت سرعة واطلع خفيف. تمام، سريع. أعطيني ثلاثة كمان. خليكم معي. شد نيتك. آخر واحدة. انزل. أوكي، ركبك لعندك. نطلع لوضعية الجسر. آخر واحدة. راح تحسها إنها أصعب من الأول، بس نقدر نخلصها مع بعض. على ركبك أو فوق. نطلع فوق فوق تحت تحت. يلا. 1 2 تحت تحت. تمام، ما تنسى نفسك وروحك ومعنوياتك. التمارين هاي بدها أعصاب كمان، مش بس الجسم يشتغل، المخ. يا سلام. ضايل عندنا أربعة. تنفس. يلا خميس. تنفس. أعطيني آخر وحدة. خليك تحت على الهوفر. تنفس. هلا راح نضلنا هون 30 ثانية. هاي آخر وحدة اللي بتعمل لك النتائج. خليك معنا. عد معنا. 8 7 6 5 4 3 2. خلصنا. نايس. تمرين صح. هاي نص التمرين. في تكملة. النص الثاني اللي راح يشمل حركة الجذع عن طريق الالتفاف يمين وشمال. هاي بتقوي نوع تاني من العضل. ممكن تستخدم البليت مع الكوتش ناصر، او في هاي الحزام المطاطي للتدريب ممكن تستخدمه. نحط رجلينا اليمين على الطرف، الرجل واسعة. راح نلف يمين بعدين شمال، يمين بعدين رجلين مع بعض. يلا نعملها. بطيء بطيء بطيء، ورجلين مع بعض. خليها أسرع. يمين شمال يمين أسرع. فور ما تعمل التمرين هذا راح تحسها جذعك وخصرك وحتى حوضك عمال بيشتغل. أعطوني أربعة كمان. نايس. خلي كل حركة نتحكم فيها. الالتفات من صدرك، حاول تخلي جذعك للأمام. هلأ سينجلز على هون. 8 7 6 مد دراك. طاير. 4 3 2 1 وقف. أوكي، هلأ راح ننزل على وضعية السكوات. جذعك لورا، انزل تحت من الركبة باتجاه قطري. هالمرة راح نشكل عضلات ثانية. يلا تفوق تحت فوق تحت. تمام، نفس وانت طالع. طلع نفس، خذ نفس. اوكي، اخر 8 شد معي. 7. كيف التكنيك؟ 4 3 2 آخر واحدة. خلصنا. ولا شو رأيك نعمل الجهة الثانية؟ الجهة الثانية مرور. للأسف أو لحسن الحظ جمال روح. جسم الإنسان عنده طرفين. نعم. روح. أوكي، نفس الإشي راح نبدل الاتجاه.
بس تأكد إنه رجليك كتير واسعة. بدنا نعمل حركة للركبة، عشان هيك بدنا رجلينا تكون واسعة. يلا شمال يمين شمال، ورجليك مع بعض. خلي ركبتك شوي متنية عشان تتوازن. ريح كتافك لتحت، أسرع شوية. شمال يمين شمال تحت شمال يمين شمال تحت. ركز خليك هون. تخيل انه في اشي بايدك وعمالك ترميه من جهة لجهة، هيك التمرين. اوكي سنجل للجهة هاي، 8 ضايل 7 بس 6 ممتاز، ضايل 4 مع شباب. اخر جزئية وضعية السكوات، هاي راح تحسها برجليك خصرك بالالتفاف بكتافك. هاي هي الكور تريننج. بطري يلا فوق تحت فوق تحت. ممكن نستخدم ادوات كتير بسيطة لنعمل تمارين تتحدى الجسم، بتغير شكل جسمك. 8 7 6 بال 4 4 3 2 1 خلصنا. وهيك بنكون شملنا كل الجزء هذا. ان شاء الله تكون عجبكم التمرين ويكون شيء منيح تبلشوا فيه اليوم. تمارين جديده زي ما لاحظنا، وبتشتغل كلها على الكور، مش تمارين تقليديه زي الكرانشز والسيت ابس والامور هاي. نعم. كلها مختلفه لنعمل كول داون خفيف، نريح نهدي جسمنا. هلا اخر فقره لازم نتاكد ان جسمنا في وضعيه الارتخاء وراح يرجع زي ما كان قبل ما بلشنا. هلا رجلينا مع بعض، خذ نفس زين، اثني ركبك شويه وانزل على وضعيه الانحناء الامامي، ريح كتافك وتنفس. هلا راح نرجع الرجل اليمين ورا لوضعيه اللونج الطويله، صدرك لفوق. هاي كتير وضعية بترخي الجسم خصوصا منطقة الحوض. بعدين رح نرجع لوضعية الداون دوغ، الكعب وراحة الايد تضغط على الارض. ارتاح، لازم تسترخي هون. بعدين شوي شوي رح نمشي لقدام لوضعية الضغط، تقدر تنزل ركبك لتحت وانزل تحكم. من هون تفوش الأرض، صدرك لفوق، نفس. أهم إشي النفس. نرجع تاني على وضعية الداون دوغ، بعدين راح نستخدم رجلينا اليمين برا هالمرة، برا الإيد. هاي بتفتح منطقة تانية بالحوض، حاول ترفع صدرك وتنفس هون. بعدين نرجع من الأساس، انحناء، ريح ظهرك، خذ نفس واطلع ببطء. نعمل الجهة الثانية. اوكي رجلين مع بعض، خذ نفس، انحناء أمامي وريح كتافك. حاول اشفط معدتك شوي عشان تحس الاسترتش اللي بالظهر. رجلك الشمال لانج طويل، استرخي نفس. تمام، راح ننزل على الداون دوغ، اضغط براحتك كعبك على شكل مثلث. تمام، لقدام شوي شوي، ركبك لتحت، حس كيف في ارتخاء بالظهر عمال بيصير. اضغط الراحة، نفس. الجسم عماله بيرجع لوضعيته الطبيعية. داون دوغ مرة ثانية،
في رجل الشمال هالمرة برا الإيد، ارفع صدرك، ارتاح. أي ضغط أي تنشن في الجسم مش محتاجه، حاول ترخي، نفس. رجلين مع بعض، نقوم شوي شوي، خذ نفس، أعطي حالك زقفة كبيرة. تمام. الله يعافيك كوتش، الله استفدت من خبرة دولي تبعت أحمد التمارين كور، وإن شاء الله كل مرة عن مرة نصير نعطيكم تمارين من هذا النوع عشان نقوي كور المناطق المهمة عندنا في جسمنا، ونشوفكم على خير، يعطيكم ألف عافية. شكرا للمتابعة، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء جديد.